وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بيانا مشتركا اتفقا فيه على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات، كما اتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين وتبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص. وتضمن البيان كذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان قد عقد في العاصمة الصينية بكين لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني لبحث ترتيب الخطوات التالية لاستئناف العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران بموجب الاتفاق المبرم في وقت سابق بوساطة صينية. من الرياض مراسلنا حمد المحمود ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل. فإذا إيران والسعودية محمد تتفقان على ترتيبات أو بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين طبعا برعاية صينية، لو تطلعنا أكثر على التفاصيل. نعم، ما جرى خلال ساعات من لقاء وزير الخارجية السعودي والإيراني نستطيع القول أو تلخيصه بأنه هو متابعة لتنفيذ أو تفعيل أيضا الاتفاق الذي تم في بكين خلال شهر مارس الماضي، وتحديدا قبل 26 يوم كان هناك لقاء أو اتصالات متواصلة فيما بين الجانبين الجانب السعودي والإيراني أثمرت عن هذا اللقاء والذي حدد مكانه في بكين بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني. وتم أيضا التشديد على أن يتم عودة السفراء وافتتاح السفارات في الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد خلال الفترة التي حددت في ذلك البيان الذي صدر خلال الشهر الماضي وحدد 60 يوما من العاشر من شهر مارس الماضي، بل وذهب البيان الذي صدر قبل قليل إلى أبعد من ذلك إلى توسيع أو أيضا تفعيل الاتفاقية الأمنية التي صدرت في شهر أبريل من عام 2001، وكذلك تفعيل الاتفاقية التجارية التي صدرت قبل 25 عام في عام 98 فيما بين السعودية وإيران. بالتالي نلاحظ هذا ربما الانفراج في الأزمة الإيجابي بعد أن كان هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية فيما بين الجانبين لمدة 7 سنوات، الآن العودة بركيزة أكبر، العودة بتفعيل الاتفاقيات السابقة التجارية العسكرية الأمنية، وأيضا تطرق هذا البيان للحرص على المصالح المشتركة في المنطقة بما يعود ليس فقط على السعودية وإيران ولكن أيضا على المنطقة برمتها. كما أيضا لم يغفل الجانب السعودي والإيراني شكره للجانب الصيني لرعاية هذا الاتفاق، وأيضا الجانب السويسري الذي رعى مصالح البلدين أو رعاية البلدين خلال 7 سنوات الماضية. نعم، شكرا لك حمد المحمود مراسلنا من الرياض.